صباح الورد والياسمين على كل مستمعات لالام ولاتي، كنتمنوا لكم صباح مبروك وبرفقتنا دائما على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم ومن خلال برنامج المراه بامتياز لالام ولاتي ومع فقرات متنوعه ان شاء الله وكلها افاده. غادي نبداوها كالعاده بشهوات لالام ولاتي. اليوم كتشارك معنا المستمعه الوفيه جدا للبرنامج وسناء ام شرف من وجده، وغادي نتعرفوا جميع على الشهوات والاقتراحات اللي غادي توجد لنا، غتقترح علينا اقتراحات اللي هما مهمين بزاف واللي ممكن أننا نعوضهم نصيبهم في الدار، حويجات اللي هما تتباعوا مصنعين واللي ممكن أننا نصيبهم في الدار بكل سهولة. غادي نمشيو كذلك نتعرفوا في المسابقات اليومية على الفائزات المحظوظات معنا في المسابقات، واللي المسابقات كتقدم لكم كل شهر هدايا من ذهب، وكنتمنى وحد سعيد لجميع مستمعات لالام ولاتي. انضمت لنا فقرة جديدة وهي كيفاش تكوني إيجابية في تربية أطفالك، غادي تعرفوا معلومات مهمة جدا مع الكوتش أسماء مجاني. وحتى نتوما من خلال الفقرة إلى عندكم أي تساؤلات فيما يتعلق بأطفالكم فحاولوا أنكم تواصلوا معنا، سواء يعني من خلال البرنامج أو لصفحة الفيسبوك أو للواتساب، يعني كيف ما بغيتوا، وخليوا التساؤلات ديالكم وإن شاء الله نجاوبوا عليها خلال هذه الفقرة. من خلال الاقتراحات اللي غادي نوجد لكم اليوم، بيتزا سائلة كتجي سهلة ولذيذة في نفس الوقت ودغية كتوجد، وكذلك كيكة بالبربة. هاد الكيكة بالبربة بصراحة كتجي زوينة وفي نفس الوقت يعني بواحد الكريمة اللي هي عادية ديك الكريمة، ولكن كتعطي واحد الفرق. كيكة ديال البربة كتعطي واحد اللون زوين وفي نفس الوقت مذاق مختلف. وغادي نمشيو لاستقبال مكالماتكم الهاتفية، نتعرفوا على الحداقة ديالكم من مختلف مدننا وأقاليمنا المغربية، فمرحبا إلا عندكم أي اقتراحات ولا شهوات نصائح منزلية ولا مطبخية معكم إلا تقاسموها مع كل المستمعات ابتداء من 11 ل 12 دائما على 0522 88 00 60 61 62. فاصل غنائي وغادي نرجعوا لأولى فقرتنا شهوات لالام ولاتي. بلا عقدي وضيعي في خطوطي، كنجدو ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة لعد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشيو مباشرة لشيوات لالام ولاتي عند المستمعة سناء أم شرف من وجدة، وغادي نتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير. لالا سناء كي دايرة لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الأنوار حبيبتي، بارك الله فيك. عيون الشرقية دائما. لا خطيك، بارك الله فيك، شكرا لك بزاف. الطاقم ديال ميد راديو برنامج مميز ما شاء الله بتقديمك الجميل وصفحك المبسط لجميع الفقرات حبيبتي سناء. الله يبارك فيك، شكرا. ديالنا جميعا تحية لكل المستمعات الكرام وتحية لكل محبي سناء ماما شرف المعروفة بسناء عدلي. إيه. وكنبلغ لك السلام الحار من صديقاتي ديال نساء الهمة وجميع المحبين ديالك. هي تحية كبيرة ليهم فين ما كانوا وعلى رأسهم يعني في جروب نساء الهمة، الله يعطيهم الصحة على كل شهوات تبارك الله. بالأخوات اللي تحكم معنا مستمعات من عندكم اللي تحكم نساء الهمة، كنرحب بهم بزاف بزاف، كنقول مرحبا بكم في أي وقت. إن شاء الله حبيبتي سناء اليوم ناخذ مع بعضياتنا بعض الحويجات اللي كنشريوهم من برا دار وليداتنا بكل سهولة وبساطة. نبدأ إن شاء الله مع أول وصفة، كيتشوب منزلي. كنحتاج إن شاء الله نصف كيلو مطيشة، من الأفضل تكون ديك المطيشة الطويلة هي اللي كتكون ملحمة وحمراء، داك اللون الأحمر، وإلا كانت طماط صغير مزيان ماشي إشكال. كنحتاجو أيضا معلقة كبيرة زيت المائدة، معلقة كبيرة بابريكا تحميرة، عندنا زوج معالق كبار سنيدة، عندنا زوج طروس ثومة، عندنا شوية ملح، معلقة كبيرة نشا كنحتاجوها في الأخير، وعندنا عويدة القرنفل غير باش نسمو شي خمسة ديال الحبات هكذاك. إيه. كنا واحد التنسيمة للكيتشوب فعلا، واللي بغات تنسم أيضا بالزعتر فغادي نوضح الكيفية في آخر الشرح إن شاء الله. بالنسبة للطريقة كنقسمو ديك مطيشة على أربعة وكنوضعوها في كوكوط مع الثومة والملحة والزيت ودوك العويدات ديال القرنفل، وكنسدو عليها على نار مهيله مده ربع ساعه، ما كنضيفوش نهائيا الماء، هي بوحدها كتطلق الماء. غير هذاك ديك المقادير كنوضعوهم في الكوكوط على نار مهيله مده ربع ساعه، وكنحلو عليها وكنزولو دوك العويدات ديال القرنفل، ومن بعد كنطحنوها مزيان. وهنا من الافضل نستعملو ديك الطحانه اليدويه باش تجينا مطحونه ومصفيه يعني مباشره، الا ما كانتش كتستعمل السيده الخلاط اللي عندها، ولكن تصفيها من بعد إذا ما كانتش الطحانة اليدوية، كان غير داك الميكسور الخلاط الكهربائي ضروري تصفيها. آخر مرحلة إن شاء الله ديال الكيتشوب كنرجعوا ديك المطيشة اللي طحنا كنرجعوها فوق عافية مهيلة،
وكنضيفوا لها المكونات اللي بقات لينا اللي هي السكر والتحميره، واللي بغاتها حمراء بزاف تقدر تزيد لها واحد المعلقه كبيره ديال مطشه ديال الحب. اييه واخا باش تعطينا اللون. كنحركوا وكنحركوا الكل على نار مهيله، وكنزيدوا ديك المعلقه الكبيره ديال النشا اللي نكونوا سبق لينا طلقناها في شويه ديال الماء باش ما تكتتش لينا مع السخونيه، ما تعطيناش دوك الكويرات. كنخلطوا حنا كنبقاو نحركوا حتى كيبقى الخليط كيعقد واحد شويه، ماشي نخليوه حتى يعقد بزاف، غير واحد شويه كيبان لينا خطر. صافي كتكون عندنا واجده، كنوضعوها في قريعات تكون معقمه وكنستعملوها عند الحاجه. اييه الله يعطيك الصحه، مصيبه في الدار بلا مواد يعني حافظه. مواد حافظه، والدراري ديالنا راه كيعجبوهم مع لي فريت مع لي ساندويتش. اييه فعلا اللهم صيبوا لهم في الدار. حاجه في الدار، وهي بطبيعه الحال راه السيده ما كدومش مده طويله، راه الحاجه في الدار اييه حيت ما فيهاش مواد حافظه اللي غادي فعلا نديرو قياسنا ونعاودو نصيبوه. الا بغات السيده ان الكيتشوب ديرها اللي كتبغيها حار، ممكن انها تقسم الخليط على نص ديال المقادير، غير هي ديك السنيده اللي عطات في المقادير كنقسموها على زوج حتى هي. مثلا كنقسموا الخليط على زوج، وكنضيفوا له واحد الخليط الاول، كنضيفوا له شويه ديال الشميه الحاره السودانيه مع معلقه سكر، والمعلقه السكر المتبقيه كنضيفوا كنخليوها مع الحلو. يعني كغير هذه المقادير نديروا بها زوج، واحده حلوه وواحده حاره. واخا كنقسموا ايضا ديك المعلقه ديال السكر، مفهومه اختي؟ اي مفهوم، الله يعطيك الصحه. نبقاو دائما مع مطيشه وندوزو لصوص بيتزا. اييه كتجي هائله ايضا. هي الصلصه ديال البيتزا كيفاش نصيبوها في الدار نحتفظوا بها؟ طوماط سوغيز احسن، الا كان طوماط سوغيز احسن. عندنا كيلو طوماط سوغيز، اللي ما عندهاش طوماط سوغيز دير ديك المطيشه الحمراء. ايضا عندنا 4 ديال الضروس ديال الثومه، عندنا بصله صغيره، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، ونص كاس زيت الزيتون، نص كاس يعني كاس غير ديال الشاي، نص كاس زيت الزيتون. بالنسبه للطريقه، في الكوكوط دائما كنقطعوا ديك البصله عشوائيا، وكنضيفوا مطيشه بلا ما كنقسموها بلا والو، هي راسها كتصيب. وكنزيدو ديك الثومه والملح والابزار، وكنسدو عليها غير تبدا تصفر لينا، كنحسب عليها ربع ساعه. صافي كنحلو عليها، كنلقاوها طلقت لينا الماء في الكوكوط، كنرجعوها بشي مقله تكون ثقيله على نار مهيله، يعني بداك الماء ديالها كنرجعوها، وكنبقاو كنحركو فيها بحال اللي كنشحرو حتى كتبدا كتنشف لينا شويه من داك الماء. ومن بعد كنطحنوها مزيان في الطحانه اليدويه دائما، باش كتخويا الطحانه ديالك كتسهل علينا الماموريه، ما كنحتاجوش اننا نصفو من بعد، عندك الخوته راه كتبقى الفوق والمطيشه كتهود لينا خاطره يعني واجده. صافي من بعد كنحتفظوا بها في بلاستيكات الخاصه بالتجميد، او فقط انا كنديرها في قوالب خاصه بمكعبات الثلج، كنديرها فيها كتجمد، من بعد كنعزلهم وكنجبد غير الكاس اللي بغيت، مثلا جوج مكعبات او ثلاثه على يعني حسب الاحتياج ديالي. قبل الاستعمال كنخليوها حتى كتاخذ درجه الحراره ديالها كتنزل. وكنطلقوها في شويه ديال الزيت مع التحميره والزعتر. ومباشره كندهنوا بها البيتزا ديالنا او بيتزا كبيره، المهم كتبقى هذه العمليه سهله، لاصوص واجده البيتزا اقتصاديه وطريقتها سهله ونحتفظوا بها فوق ما نبغيوها. كيكون ديك اللي كطحن مع ديك البصله وديك الثومه كتعطي واحد اللوغو مميز جدا، حتى اللون ديالها كيجي زوين. ندوزو ان شاء الله مع وصفه ديال الجبن، نعطيها بجوج طرق ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للجبن الصلب ان شاء الله عندنا هو جبن الصلب كان عنده بزاف ديال الاستعمالات، كندخلو في العديد من الوصفات، معجنات، بيتزات، سلطات، وكيتاخد حتى هكاك صراحه مقطع كمرافق كيجي زوين. لهاد الوصفه ان شاء الله كنحتاجو لتر حليب، هنا الحليب الا عندنا حليب المزارع او ديال الشقاره داك المبستر فمن الافضل اننا نصفيوه، اما الا كان عندنا حليب كامل الدسم فما يحتاج. قلنا لتر حليب، ناخدو معاه لتر لبن، معلقة كبيرة عامرة خل، شوية ديال الملح، يعني أنا عطيتو بدون إضافات. نطخ. بالنسبة للطريقة كناخدو شي طنجرة ثقيلة كنخوي فيها داك الحليب حتى كيغلى على نار مهيلة جدا، حتى كيبدا كيغلى، من بعد ما يغلى مباشرة كنخوي عليه اللبن والخل والملح. هنا
على النار غير واحد الثواني كيبان عندنا واحد التكتلات معزولين على واحد الماء صفر اللي هو الماء. هذا الماء طبعا حبيبتي سنه ما كنحتفظوا به، كيكون غني بالمواد الغذائيه بحال البروتين، كنعجنوا به الكيش او غير عجنا به غير الخبز، فكنكونوا استفدنا منه بالمواد الغذائيه اللي فيه فعلا. اذا بعد ما تعزل لنا داك الخليط كتكون كنكونوا موجدين واحد المصفات كنصفيوها فيه، او فقط شي شبكه نوضعوا فيها شي زيت نقي باش كنفصلوا ديك الختاره على السائل. فيه هنا ممكن نستعملوا ديك الطريقه البلديه اللي كيديروا مواطنا جدادنا، اننا نعلقوا داك الزيف وكنخليوها كامله، او ممكن فقط غير في ديك المصفات اللي كتكون بحال الغربه الرقيق كنضغطوا عليه مزيان باش كيقطر، وكنحطوا فوقه شي حاجه ثقيله باش كيستقطر لينا، كنخليوه غير هكا كيقطر في الثلاجه. اي بلا ما نعلقوا، واخا الصباح عند التقديم ممكن اننا نطبعوه بشي انيه فيها حفيرات بحال اللي، او الا كان عندنا دوك الحكاك ديال الجبن اللي كيكون جاهز اننا نضغطوا عليه باش ياخذ داك الشكل، ولا دوك الشبيكات هما اللي كياخذوا الشكل فعلا. الشبيكات كياخذ الشكل ديالو لحقاش هو صلب، راه كي معاك مستقطر مزيان، راه كياخذ داك الشكل ديال الانيه اللي حطيناها فيه، وكنقدموه صحي بمد يعني بدون مواد حافظه. يلاه يعطيك الصحه. كيتسال هكاك. بالنسبه للطريقه الثانيه ديال الجبن ان شاء الله اللي كيكون كريمي خاص بالدهن وكيبغيوه الوليدات بزاف. فعلا. عندنا دائما لتر حليب، عندنا 5 ديال المعالق ديال كبار ديال الخل، نحتاج ايضا الخل اختي سناء، يعني من الاحسن اننا نختاروا الخل الابيض من الافضل باش كنحافظوا على داك البياض الناصح في الجبن، واخا كيبقى لينا داك اللون البياض الناصح ديالو. عندنا ايضا واحد جوج فرماجات مثلتين، ملح، معلقه كبيره زبده بلديه، ومعلقه عصير ديال الحامض. بالنسبه للطريقه هي عاودينا المقادير لو سمحتي. المقادير عندنا لتر حليب، 5 ديال المعالق كبار ديال الخل، نختاروا الخل الابيض من الافضل، عندنا جوج فرماجات مثلتين، شويه ديال الملح، معلقه كبيره زبده بلديه، معلقه عصير حامض. بالنسبه للطريقه دائما نختاروا الطنجره تكون ثقيله، نوضعوا فيها داك الحليب على نار مهيله جدا حتى كيغلى، ومباشره غنضيف الخل والملح، غيتكتل ويتعزل على داك المصل اللي دائما قلنا ما نرميوش نحتفظوا به. من بعد كنصفيوه في مصفات، وهنا الطريقه الاختلاف اللي ما بين الجبن الكريمي والجبن الصب، هنا هذا الجبن الكريمي ما كنصفيوهش مزيان، ما كنقطروش مزيان، بل كنبغيو داك الماء يكون فيه شويه، يعني كنصفيوه في واحد المصفات تكون رقيقه او زيف نقي كما قلنا بلا ما كنضغطوا عليه، حيت حاجتنا به هو ميه شويه. كنخويوه في شي اناء ونضيفوا له باقي المكونات اللي هو الفرماج والزبده، وكنطحنوه، هنا كنطحنوه بالميكسور اليدوي من الاحسن او الباتر. علاش؟ باش كنتحكموا فيه وفي القوام اللي بغينا، اما الا درناه في الخلاط المولينكس فتجي العمليه شويه صعيبه. هنا كنضيفوا له عصير ديال الحامض وحنا كنخلطوا، الا شفناه عاد ثقيل ما بغاش يتخلط لنا كنضيفوا له شويه من داك الماء اللي صفينا، معلقه او زوج معالق، باش كيتطحن لنا دغيا. يعني كيف ما بغينا حنا كنتحكموا فيه وفي الكثافه ديالو. بغيناه جاري بزاف كنضيفوا له، بغيناه غير صافي كتطحن لينا مزيان صافي كنضيفوا غير واحد المعلقه ديال الماء تطحن لينا بدوك المقادير فما يحتاج، يعني حنا كنتحكموا في الكثافه ديالو. من بعد ان شاء الله كنحتفظوا به الليله كامله قبل الاستعمال في الثلاجه، ومن بعد كنوضعوه في شي انيه محكمه الغلق باش كيدوم لينا مده اطول، حتى 10 ايام كيبقى مزيان. هما جوج ديال الطرق بقى السيدات ليهم الاختيار. اي ممكن يصايبوه بجوج لانهم الطريقه سهله وزوينين، يعني بجوجهم كينفعوا. هذا الشيء اللي كاين. ندوز ان شاء الله بالجوج طرق ديال الحليب المركز المحلى بطريقتين ديالو ايضا. بالنسبه للطريقه الاولى كنحتاجوا، انا غادي نعبر بكاس كبير باش يعطيني واحد الكميه اللي ممتازه، كنحتاجوا كاس كبير حليب غبره، نفس الكاس كنعبروا به نص كاس، كنعبروا به كاس لا ربع سنيده، عفوا نحتاج كاس كبير حليب غبره، كاس لا ربع سنيده، ربع كاس ماء سخون يعني يكون طايب مزيان، ومعلقه عامره زبده. بالنسبه للطريقه في الخلاط الكهربائي كنوضعوا كل العناصر اللي هما الحليب غبره والسكر والماء والزبده،
وكنطحنوا مزيان حتى كتنسجم بين العناصر كلها، كيبان القوام ديالو ممتاز، يعني القوام ديالو كيبان في الحين، يعني كنخدموا به مباشره او نحتفظوا به. السيدات اللي بغاو يحتفظوا به يعني واحد المده قبل ما يستعملوه، كنزيدوا له فوق العافيه واحد 5 دقائق فقط، يعني اللي بغاو يحتفظوا به مثلا لمده اطول، يعني قبل الاستعمال مده شهر كيحتفظوا به، كي هما فوق النار غير 5 دقائق. اما اللي بغات تخدم به مباشره فما يحتاج، وهو راه فوق شحال ما خليناه برد راه كيزيد يعقد لنا الخالص، يعني ديك القوام ديالو كيزيد غادي ويتقال فعلا. غادي ويتقال. بالنسبه للطريقه الثانيه ان شاء الله اللي هو بالحليب السائل، وهذه الطريقه هذه واخا كتاخذ معنا واحد الوقت طويل باش باش يوجد، ولكن كتكون نتيجه مرضيه حتى هي. غير اللي ما عندهاش حليب غبره تستخدم الحليب السائل. كنحتاجوا نصف لتر حليب مع 2 كيسان سكر كلاصي مع معلقه صغيره ديال النشا مع راس معلقه خميره الحلوه، غير راس معلقه ما نكثروش، وعندنا معلقه صغيره زبده. دائما في شي كاسونه ثقيله كنخلطوا الكل على نار مهيله وحنا كنحركوا باش كنتفاداو دوك التكتلات اللي كيتكونوا في قاع ديال الكاسرون. دائما نحركوا حتى كيبان لينا بدا كيختر والعناصر كلها تجمعت وبدا كيعقد. هو كيكون عندنا واجد هذه الطريقه كتكون واجده، كتاخذ معنا واحد نص ساعه عاد باش كنبقاو تبان معنا النتيجه. صافي وحنا كنحركوا حتى كتبان النتيجه اللي بغينا والقوام اللي بغيناه، وكما قلت راه النتيجه كتكون مرضيه حتى هو واخا كتكون مده اطول. واللي غادي يصبغيه مثلا حليب مركز كراميل فكتستمر في التحليب، تعاود تخليه كيتبدل اللون ديالو. وممكن ايضا انها توضعوه في شي قرعه معقمه كما كيديروا بزاف ديال السيدات، وكيديره في الكوكوط كتغطيه بالماء كتحسب ليه ربع ساعه وحتى كيبدا كيولي داك اللون فيه. كراميل. وفعلا هو المصيب في الدار الحليب مركز محلى، يعني ولا كراميل زي كيجي واحد المذاق زوين، يجي بن من العادي. واللي بغات ممكن ان السيدات يضيفوا واحد راس معلقه ديال الفانيلا. روح الفاني حتى هو كيعطيه واحد المذاق مميز، الفاني السائل كيعطيه واحد المذاق ايضا مميز جدا. ندوزو لطريقه زبده الفول السوداني اللي ايضا كياخذوها الوليدات مع التوست او هكذا الدهن. نحتاجو هاد زبده الفول السوداني، هي الفرق ما بينها وبين الاملو اللي كنوجدوا انها كتجي شويه مملحه، ديك البنه ديال الملحيه فيها. وراسي كاع كيعرفوا راها كتباع في قرعه ديال الزاج، وراه نصاوبها لوليداتنا في الدار احسن. نحتاجو ان شاء الله نصف كيلو كاوكاو، نختاروه يكون داك البلدي داك الحمر الصغير هو اللي كيكون كيعطي واحد المذاق مميز. عندنا كاس سكر ثقيل كلاصي، شويه ديال الملح، وكاس زيت المائده. كندهنوا داك الكاوكاو بالزيت وكندخلوه للفرن حتى كيتحمر كليا، وكنفسخوه بيدينا، يعني محمر في الفران وكنفسخوه بيدينا. كنطحنوه وكنخلطوه مع السكر الثقيل والملح، ونعاودوا نطحنوه مره اخرى بشويه بشويه مع داك الكاس ديال الزيت. حتى كيولي عندنا كريمه ثقيله. كنخويو داك الزيت وكنحصلوا على يعني كنخويو داك الزيت وحنا كنطحنوا حتى كنحصلوا على الخليط اللي بغيناه. ممكن كاس، ممكن يعني ما كاملش كاس، المهم على حسب الكاس اللي غيتعبر به السيده. انا عطيتكم الكاس ديال العنبه، والسيدات كل وحده والكاس اللي بغات تعبر به، مثلا كاس الشاي او المهم. حنا كنخلطوا داك الزيت وحنا كنشوفوا القوام اللي بغيناه كنوقفوا عنده. ممكن ايضا نزيدوا واحد المعلقه ديال العسل الحره فماشي اشكال. مع اصلا الحلاوه مع ديك الملح كتعطي واحد المذاق مميز جدا. صافي كنوضعوه في قريعه ديال الزاج وكياخذوه الوليدات في خبز للدهن، كيجي تماما. ومتوره عنده فوائد، وخاصه يعني بالنسبه للوليدات يفطروا به كان احسن. وخاصه اللي مصيب في الدار ما في لا اضافات لا حتى حاجه. الله يعطيك الصحه. كيكون عندنا ايضا صنع منزلي. اييه فعلا. لا تبارك الله عليك، اليوم يعني بزاف ديال الامور اللي ممكن السيدات يصايبوهم في الدار، نرجعوا عاوتاني نذكرهم بهذه الاقتراحات، لانه ممكن ما احسن من حاجه تكون صايبه في الدار. تماما حبيبتي سناء. ندوزو لواحد الطريقه ديال الكالامار باش كيجينا فتي بحال هذه الوصفه ديال الاخت بنت ام جاد وفاء. كنشكرها من هذا المنبر انها فاتنا بزاف، هي بحكم انها قاريه هذا المجال ديال الطبخ. كتفيدنا بهذه الامور هذه، بغيت انا نفيد المستمعات. ما كيخسرنيش بخير فعلا. بالنسبه للطريقه، عندنا الكالامار او داك السيبيا اللي كيكون على شكل فريت
يعني كالامر مدور او داك السيبيا اللي كيكون على شكل اي سيبيا ولا كالامر واخا كناخذوا الكميه اللي بغينا الكميه اللي عندنا كنضيفوا له شويه ديال الملح والابزار وكنشرملوه غير بالملح والابزار وكنخلطوه كنرقدوه في الدقيق الابيض ليله كامله يعني كنجيبو كنديرو الدقيق وكنوضعو داك الكالامار ديالنا اللي هو مشامل بالملح والابزار وكنغطيوه بالدقيق كنخليوه المده الكافيه من الاحسن ليله او نص نهار اللي غادي تبغي السيده تقليه في الصباح ديرو في الليل اللي غادي تبغي العشاء ديرو في الصباح واخا وكنقليوه عادي الزيت عاديه ما كثيره ما قليله يعني كياخذ القلي ديالو عادي كاين الكالامار اللي السيده كتغطيه بالزيت باش كيتقلى لها يعني كاين بزاف ديال السيدات عندهم مشكل مع الكالامار كيفاش كيبغيو ديك البنه ديال فعلا يجي مقرمش وفي نفس الوقت يعني فتي من الداخل كيجي كتجي عنده ديك الطبقه مقرمشه الفوق وفتي من الداخل كيجي يعني غير بالطحين مزيان غير بالطحين كيترقد بالطحين الابيض مزيان ما كنرقدوه لا بحليب لا بفانيلا تماما هالطريقه هذه انا مجرباها ومجربها بزاف ديال الاخوات وكنتمنى تفيد المستمعات وردوا لنا الاخبار ان شاء الله تبارك الله عليك نبقاو مع الى بقيتي الوقت نزيدك عجين ديال البيتزا اييه واخا عندنا بيتزا صغار ولا بيتزا كبيره هذه الكميه كثيره كنحتفظوا بها ونجدوا القياس اللي بغينا عندنا كيلو ديال الدقيق داك الكيلو ديال الدقيق كنقلو منه واحد الرابعه وديك الرابعه كنعوضوها بالفينو او حفينه كنعوضوها بالفينو عندنا ياغورت طبيعي عندنا معلقه عامره حليب غبره عندنا كاس زيت الزيتون وعندنا واحد شويه ديال الزعتر محكوك طرف اليد عندنا الملح عندنا معلقه سنيده عندنا معلقه خميره فوريه او حسب الجو طبعا عندنا خميره ديال الحلوه من فئه 7 غرام كنجمعوا الكل بالماء دافي كندلكوها يعني عادي كتجي البيتزا كما موالفه السيده كنطلقوها وكنخليوها تخمر طبعا وكنطبقوها دوائر دوائر صغار او كبار او بغات تقسمها على ثلاثه ولا اربعه يعني حسب الرغبه ديال السيده كيفاش بغات انا كنديرها دوائر صغار كنحتفظ بهم كنحتفظوا بها في اكياس ديال التجميد او في شي بواطات وملي كنبغيوها كنجبدوها كنجبدوا القياس اللي بغينا ها هي العجين عندنا واجد كنخليو يطلقها ولا صوص عندنا واجده والحشوه طبعا راها كاين الحشوه البارده كاين الحشوه السخونه كما بغات السيده وبالصحه والراحه يعطيك الصحه نعمروها بس ما بغينا بالصحه والراحه وبالنسبه لهاد العجين ديال البيتزا يعني كيف ما شفت في الصور كطيبهم نص طيبه وكدهنيهم ياك كدهنيهم سمحي لي هاد لاستيس ما قلت كنطيبوها نص طيبه صافي من بعد ما طبعناها كنتكوها بالفرشات كنطيبوها نص طيبه ممكن السيده اللي ما عندهاش الوقت انها تجبد كتدهنهم مباشره تحتفظ بهم غير كتجبد وكتعمر بالحشوه اللي بغات هما راه كيجيو رطبين كيبانوا لك مقرمشين ورطبين يعني واحد العجين مميز بهذا الياغورت وبهذا الحليب ايه هشوش فعلا العجينه هو اي بيتزا الا درنا فيها الياغورت او فقط درنا فيها الحليب غبره كاس ديال زيت الزيتون راه كتجي هائله جدا فعلا وداك داك الفينو حتى هو كيعطيها واحد كيعطيها واحد الرطوبه يعني راه شحال من سيده ما كتعرفش بان البيتزا اللي درنا فيها الفينو ودلكناها بالفينو راه كتجي ممتازه جدا فعلا وحتى في المطاعم راه هادشي اللي كيديروا يعني بالفينو يعني كتبان لك ديك يعني داك الحرشيه ديال الدقيق اللي هما دايرين فعلا الله يعطيك الصحه وسناء حتى هاد الفكره ديال انهم يطيبوا نص طيبه ودهنيهم يعني بالصلصه وتحتفظي بهم في المجمد فوق ما تبغي غادي تشحري غير بصيله وهكا وشنو الاضافات اللي غديروا الفرماج يعني مباشره وحتى هذاك اللون كيطلق فيهم كثر ديال صلصه المطيشه كيطلق فيهم كثر وكيجيو هائلين جدا وبصحه تبارك الله عليك سناء وكل خير الحمد لله انني الو الو وي اختي سناء سعيده جدا انني كندوز معاك وشكرا بزاف ليك والوقت اللي كتعطيه لينا وشخصيتك جميله جدا كنتمنى لك التوفيق الله يبارك فيك الراديو وتحياتي لكل ساكنه العيون الشرقيه والاهل ديالي والاحباب والسلام عليكم حبيبتي سناء مره اخرى ان شاء الله شكرا جزيلا اكيد ان شاء الله فرصه مقبله باذن الله المزيد من الاقتراحات والوصفات كيف ما تقاسمتم معنا اليوم المستمعه الوفيه جدا للبرنامج سناء ام شرف من العيون الشرقيه كنوجهلها تحيه كبيره وكنشكروها بزاف على هذا يعني البدائل اللي قدمت لنا حويجات اللي ممكن اننا بدل ما اننا نشريوهم ويكون فيهم مواد يعني مواد حافظه وحويجات اللي هما مصنعين صايبهم في الدار بكل سهوله وكيكون فيهم واحد الفرق كثير يعني لا في من جهه المذاق ولا الذوق في نفس الوقت يكون اقتصاديين تيخرجوا لنا كميه
اللي ممكن اننا نحتفظوا بهم في المجمد ونستعملوهم فوق ما بغيناهم. لحظه مستمعينا غادي توقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره تعرفوا على شكون المستمعات الفائزات المحظوظات معنا اليوم من خلال المسابقات اليوميه. غادي نمشيو مباشره مع المستمعه اللي ربحت معنا اليوم، تواصلنا معها وربحت معنا من خلال المسابقه اللي كتمنحكم في نهايه الشهر طاقم ديال الذهب. معنا المستمعه عتيقه غبالي من مكناس. الو، السلام عليكم. صباح الخير عتيقه، لاباس عليك؟ صباح الخير وربحتي سير اختي. كلشي مزيان، امور بخير الحمد لله، يحفظك مولانا. بارك الله فيك، مرحبا بك معنا من خلال البرنامج جلا مولاتي. ربحتي معنا من خلال هذه المسابقه كذلك منتوجات التنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، بالاضافه على ان الصور اللي شاركتي بهم في الرقم الواتساب راه دازوا سحب القرعه، ونتمنى تكوني من المحظوظات الفوز بطاقم ديال الذهب ان شاء الله. عتيقه الله يسهل عليك يا حبيبه. يا ربي امين، تبارك الله عليك وصباحك مبروك. الله يخطك علينا حبيبه. شكرا لك بزاف. مرحبا عتيقه غبالي، هي اللي تواصلنا معها اليوم من مكناس. وحتى نتوما مستمعينا ضعفوا الحظوظ ديالكم وزيدوا بعثوا بصور فيها المنتوج ديال اكسيت، في صوره يعني فيها صوره متكامله فيها المنتوج ديال اكسيت، البلاصه اللي نضفتوا بها هذاك المنتوج، وورقه فيها السميه والكنيه ديالكم والمدينه كذلك باش نتعرفوا عليكم اكثر. هاد الصور غادي تبعتوهم للرقم الواتساب الخاص بالمسابقات واللي هو 0657870055، رقم الواتساب الخاص بالمسابقات 0657870055. واكيد على انه يوميا كنتواصلوا مع مستمعه كتربح منتوجات التنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، والصور اللي كتشارك بهم كيدوزوا مباشره لسحب القرعه باش ان شاء الله في نهايه الشهر يتم الاعلان على شكون المستمعه الفائزه المحظوظه معنا بطاقم ديال الذهب. وحد سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي. شاركي وربحي كل يوم مع اكسيت. اكسيت، كل ما تحتاجيه من المنظفات المنزلية. اكسيت، للحياة رائحة متميزة. وصلنا للمسابقة مستمعينا اللي كتمنحكم كل شهر مضمة ديال الذهب، ويكفي انكم تبينوا الحداقة ديالكم منتوجات دامتي وإيديال، وهذوك الغلافات تحاولوا انكم تجمعوهم وديروهم في براوات يعني في أضرفة، كل جوا أولا كل ظرف يكون فيه أربعة ديال الغلافات منوعين ما بين جوج غلافات ديال إيديال وجوج غلافات ديال دامتي، وصدوهم وصيفطوهم لنا للصندوق البريد، يعني في صندوق البريد ديال الخاص بميد راديو، غادي تصيفطوهم على العنوان ديال ميد راديو واللي هو اذاعه ميد راديو فضاء الزرق طوني 55 طبق الخامس دار البيضاء. هذا هو العنوان فين تصيفطوا، اذاعه ميد راديو فضاء الزرق طوني 55 طبق الخامس دار البيضاء. واللي معنا هنا في الدار البيضاء يمكن له انه يجي مباشره دار البيضاء المحمديه او للنواحي، يمكن له انه يجي مباشره للمقر ديال اذاعه ميد راديو وينزل هاد البراوات، يحاول انه يدير الداخل الوريقه فيها السميه، فيها السميه الكنيه ورقم الهاتف. ونتمنى انه المستمعات ان شاء الله يشاركوا من خلال المسابقه الكبرى باش يضمنوا الفوز بمضمه ديال الذهب كل شهر. دانا غادي نمشيو مباشره عند المستمعه خديجه هدان من مراكش، واللي ربحت معنا اليوم واللي غادي تشارك باقتراح ديال كيكه طبقات. الو خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك معنا اليوم. الله يبارك فيك اختي سناء، كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. كي دايره الامور العائله؟ كي دايره مراكش؟ والله الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك، مرحبا. الله كبير، هذا راه كما قلت لك غادي ان شاء الله تفتح. تبارك الله، وكل شيء يعني من جهدكم وتبارك الله، يعني اقتراحات مميزين ديال كل السيدات اللي كيشاركوا. الله يعطيكم الصحه لا خديجه. قال لي اذن ماما يصفتها ان شاء الله غادي تروح. ايوا شتي. تبارك الله. مرحبا خديجة. كيكات المتناول. أيه تبارك الله. كيكات ممكن تراعي مسائل ديال البيت العادية. أيه. إن شاء الله فيها ثلاثة طبقات. أيه. ياك نبداو أختي سناء. أيه تفضلي. إن شاء الله عندنا جوج بيضات. كاس تاع الزيت. أيه. كاس تاع الليمون. وكاس تاع سنيدة. أيه. واحد فاني ديال الأبيض. صافي كنجمعوها بدقيق الفينو مع الفرن. ايه وجوج خمارات ايديال شويه ديال الملحه. ايه يعني العجين خصو يكون رطب خفيف، وبالنسبه ليا المول خصو يكون كبير باش الطبقه تجي رقيقه ما تجيش طبقه غليظه. انا درت المول تاع الزاج كبير. واخا درتي طحين الفورس البيض الفورس مع الفينو باش تجي شويه ما تجيش رطبه، تجي شويه حرش. تقريبا مثلا درتي جوج كيسان ديال الفورس و تقريبا نص كاس ونص حيت جات خفيف.
خفيفة هكذاك كاسونس ديال الفورس وكاسونس ديال الفينو. الفينو صافي دخلت على الفرن تطاب وخليتها حتى بردت تماما. ايه ومشيت للطبقه الاولى ان شاء الله تاع كراميل بالحليب. حطيت السكر ديال الحليب. ايه وقلبو تحت تغلى مع تقريبا جوج معالق سنيد لان ما غنكثرش السكر بزاف. ايه مع فلون كراميل واخا خليته حتى هو تبرد شويه درته فوق الطبقه ديال العجين. ايه تبرد و ايه طابت لينا الكيكه وبردات حتى هي. خليتها حتى بردات باش شدات. ودرنا الطبقه الطبقه الثالثه درتها بالليمون. ايه الليمون مع هذاك اضيال تاع الليمون فلان تاع الليمون ديال الفاني يعني كيجي معاه على حسب اللي بغينا. ايه النكهه اللي بغينا تاع البنان كيجي غزال روعه ديال البنان يعني مزيان يعني نحفظوا هاد المقادير مره بالليمون مره بالفاني مره بالبنان. لا كيجي غزال بالبنان تاعي واخا صافي تنصبها هي فوق الخليط هادشي كله كنديرو فوق العافيه باش المستمعات يفهموا كنديرو فوق العافيه. اول مره لا ما كاين حتى مشكله خديجه احنا معاك متبعين معاك. انا صرا الليمون فوق البطاطا مع فلون ازرق واحد كاس واحد العلقه السنيده. ايه حتى تشد راسها حتى هي بردات لينا الطبقه ديال الحليب وكراميل. ايه نزيدوها نديروا هاد. ايه ايه واخا صافي كنخليوها حتى هي حتى تبرد مزيان. هي قد ما كتبرد وكتبقى يعني في الصراحه كتجي زوينه في الثلاجه واخا الحال بارد درتها في الثلاجه. ايه فعلا باش تقبط راسها مزيان وجهو دوك الطبقات باينين. بردات مزيان وانا زوقتها الصراحه سميتو فيرميسي الشكلاط هي السيده على حساب الموجود ديالها فواكه اللي بغات. ايه الله يعطيك الصحه خديجه تبارك الله عليك الله على سناء وكل خير. كنشكرك بزاف على المشاركه ديالك. شو سميت ولدك شو سميته؟ ولكن ما دار سبتيت بصيف ولكن ما دار واخا ان شاء الله مره اخرى ناخذ الاقتراح ديالك. ولدك اللي 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 شجعك شو اسمه؟ ادم هو اللي قال لي ماما صلي عليه راه غادي تشاركي ان شاء الله. سلمي عليه بزاف تحياتنا لادم ان شاء الله والله يجعله دائما ميسر في قرايته في حياته كامله ان شاء الله. تحيه كبيره لك خديجه هدان من مراكش مشكوره جدا ام ادم على هذا الاقتراح ديالك طبقات اللي شاركت بها. راك ربحتي معنا لاله خديجه منتوجات متنوعه مهدات من دامتي وايديال باش تزيد تبيني الحداقه ديالك بهم. واكيد ضعفوا الحظوظ ديالكم شاركوا من خلال الرقم ديال الواتساب صيفطوا لنا شيوات قدامهم يعني الشيوه اللي طيبتوا سواء يعني اللي وجدتوا وحطوا قدامها المنتوج اللي نتوما استعملتوا سواء ديال ايديال ولا ديال دامتي وهذوك الصور كنختاروا منهم يوميا المستمعه كتقاسم هذا الاقتراح مع كل المستمعات من خلال برنامج لامولاتي. هذا الاقتراح كتصيفطوهم للرقم الواتساب الخاص بالمسابقات واللي هو 056-87-70-55 يوميا مستمعة كتشارك معنا في اتصال هاتفي بالاقتراح أو بالطبق ولا بالشيوة اللي شاركت بها واللي تختارت فيها. وكذلك ما تنساوش على أن المسابقة الكبرى من خلالها يعني مستمعة محظوظة غادي تربح إن شاء الله فهاد الشهر مضمة ديال الذهب. فضاعفوا سارعوا بعثوا لنا بهاد الاقتراحات يعني بعثوا بغلافات ديال دامتي وإيديال صيفطوهم في جوا في ظرف كل ظرف يكون فيه أربعة ديال الغلافات منوعين ما بين جوج إيديال وجوج غلافات ديال دامتي وصيفطوهم. قد ما صيفطوا يعني العشرات أو العشرين ديال البرا يعني ديال البراوات اللي هما فيهم قانون ديال المسابقة وقد ما كضمنوا حد كبير على أنه في الفرز يعني في سحب القرعة تكون عندكم فرصة أنه الاسم ديالكم يكون متداول وتهزكم المغرفة إن شاء الله. العنوان فين صيفطوا هو إذاعة ميد راديو فضاء أزرق توني 55 الطبق الخامس الدار البيضاء. إذاعة ميد راديو فضاء الزرق توني 55 الطبق الخامس الدار البيضاء واللي هو في يعني في الدار البيضاء والنواحي يمكن له مرحبا به يجي مباشرة ينزل هاد البراوات ديال المسابقة مازالين كنستقبلوهم يعني مباشرة في إذاعة ميد راديو. كنتمنى حظ سعيد لكل المستمعات ولكل حد قالت لالا مولاتي. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر من خلال برنامج المرأة بامتياز لالا مولاتي. وصلنا لفقرة كوني إيجابية في علاقتك مع أطفالك ورفقة الكوتش المختصة في التربية الإيجابية أسماء مجاني. أهلا بك أسماء. السلام عليكم سناء. شكرا لاستضافتك شكرا لطاقم ميد راديو. شكرا لك وحنا اللي كنشكرك بزاف على الحضور ديالك من خلال هذه الفقره واللي اكيد الامهات والوالدين غادي يستافدوا بزاف من التربيه الايجابيه. اليوم في موضوعنا غادي نفتتحوا باهميه التربيه الايجابيه ولكن قبل نبغيو انك تعرفي المستمعات والمستمعين اللي كيسمعونا شنو كنقصدوا بالتربيه الايجابيه.
هي التربية الإيجابية هي نموذج تربوي عملي مبني على بحوث علمية تبتت الفعالية ديالها أكثر من 30 سنة. هاد التربية الإيجابية كتميز بأمران في غاية الأهمية. الأمر الأول هو أنها كتقدم لنا وسائل وحلول تربوية عملية للتعامل مع التحديات اللي كيقابلها المربي سواء كان الأب أو مدرس مدرسة في المدرسة ولا في البيت بشكل يومي. ومع التربية الإيجابية ما تنبقوش في التحليل وطرح الأسئلة علاش ولدي ولا علاش الطفل ديالي تتعامل هكا علاش ولكن تنمروا للكيف. شنو هو الحل؟ شنو ما الوسائل اللي كتساعدنا على تقويم ولا تحسين هذا السلوك ديال الأطفال؟ والأمر الثاني هو بأن هذه الوسائل التربوية تيبان الأثر ديالها على المدى البعيد. يعني الفكرة هي شنو بغيت نعلم الطفل ديالي اللي غادي ينفعه في المستقبل. ما تنبقاش تنوكلو تنشربو تيجيو مؤقتين، بالعكس غادي ينفعو حتى ملي يكبر. تنمشي فوالا تيمشي للمدرسة تنقريه تنشريلو لا، شنو هما المهارات الاجتماعية اللي نبغي نوصلو؟ واش بغيت نعلمو القدرة على حل المشاكل؟ واش بغيت نعلمو الرغبة في التعلم؟ واش بغيت نعلمو الصدق والاحترام؟ دونك هادو كلهم مهارات اجتماعية اللي تحتاج لهم الطفل، غادي يحتاج لهم في المستقبل. يعني تنوضع واحد القائمة فيها هاد المهارات اللي بغينا الأطفالنا يتعلموها، وكنستعملوا هاد الوسائل التربية باش نوصلوا لهم هاد الرسالة. اللي فهمنا منك أسماء هو أنه هاد التربية الإيجابية ما كتخدمش غير الطفل وهو في سن صغيرة، وإنما حتى أنه ملي كبر يلقى بزاف ديال الأمور اللي تنمات فيه اللي تطورات فيه. وكيف قلتي ذكرتي الصدق مهم بزاف، يعني لا سواء يعني في علاقة ان شاء الله الزوجيه ولا في علاقته المهنيه. ذكرتي بزاف ديال الامور اللي غادي تفيدو حتى على المدى البعيد ملي غادي يكبر ان شاء الله. هادشي اللي كاين سناء. والتربيه الايجابيه ايضا نموذج التربيه المتوازنه. شنو معناتها التربيه المتوازنه؟ هي اللي كتجمع بين الحزم والاحسان في ان واحد، فيرموتي بيانفيونس ان سلانس. وحده ما تتمشيش بلا الاخرى. التربيه الايجابيه كنخدموا بالحزم والاحسان في ان واحد. ما يمكنناش نخدموا بالحزم، ما نغلبوش حاجه على حاجه، خص يكون توازن ما بيناتهم. هذا هو المشكل اللي تنتلقاوه عامه. يعني الوالدين يا كيكونوا في الحزم وملي تيعياو الحزموا الصرامه دائما، ملي تيعياو تيمشيو الاحسان والحنان، وعاود ملي تيعياو تعاود. ما يمكنش. دونك التربيه الايجابيه كتجيب لنا وسائل باش نكونوا في الحزم والاحسان في ان واحد. علاش؟ بحيث ملي كنتكلم على الحزم لوحده تنكون هنا كنحترم عالم الكبار، وعالم الكبار يعني كنحط اطار تنحط القواعد، ولكن كنقدروا نتجاهلوا حاجيات الطفل. ما تنسمحولوش ما تنعطيوش واحد الفضاء باش يعبر على الحاجيات ديالو ملي تنكون غير في الحزم. وملي عاود تنكون تنتكلم على الاحسان او الحنان لوحدهم، هنا كنحترموا العالم ديال الطفل. ولهنا الاحسان والحنان ما تيعنيش الحريه المطلقه ولا اللي بغاها الطفل موجودة ولا تنساندو في المتطلبات ديالو، ولكن الإحسان تيعني نتعامل كأم ولا أب ولا مربي باحترام. هذا لا نوسيون ديال الاحترام فعلا. بحال الحزم، يعني ملي كنتكلموا على الحزم والصرامة ماشي هو العنف، ماشي هو العقوبة. هنا ملي كنحترم الطفل بعدا تنحترم نفسي، تنحترم المشاعر ديالي في الأول، وتنحترم الطفل كإنسان. هنا تنكون أنا والطفل ديالي في مستوى واحد، ماشي من ناحية المسؤولية، حيت كل واحد عنده مسؤولية ديالو. وبطبيعة الحال أنا كأب وكأم يعني مسؤوليتي كبر من مسؤولية ديال الطفل. ولكن هنا تنكون أنا والطفل ديالي في مستوى واحد من ناحية القيمة الإنسانية لا فالور هومان. يعني في التربية الإيجابية كنوليو نتعاملوا مع أطفالنا ماشي كأطفال وإنما كإنسان. القيمة الإنسانية تتغلب في التراب، في التعامل، في التربية فعلا. والوقت اللي كنحضر هذا الحزم والإحسان في آن واحد عبر هذه الوسائل اللي تتقترح علينا التربية الإيجابية، كنكون كنحترم نفسي، كنحترم الطفل، وكنحترم الوضعية. يعني هكا تتكون التربية الإيجابية كتساعدنا على باش نأسسوا علاقة أسرية مبنية على الاحترام، الثقة، التفاهم، الفهم المتبادل. وما تنسوش بأن النية الأولى ديالنا هي باش نساعدوا الأطفال ديالنا باش يبنيوا شخصيتهم، باش يستعدوا للمستقبل. هذه هي النية الأولى ديالنا، ينمي الشخصية ديالو ويطور فيها باش يكون يعني ناشئة صالحة في المستقبل. ما كنبقاوش غير في التربية أنه نوكلو نشربو يقرا يمشي يلعب. يعني كنوصلوا الأمور اللي هي يعني كبر من هذه الأمور.
واخا فهمنا معك التربيه الايجابيه، ومازال في هذه الحلقات دائما غادي نتكلموا على التربيه الايجابيه وكيفاش نكونوا ايجابيين في علاقتنا مع اطفالنا بالتحديد. نمشيو بالنسبه للاهميه ديال هذه التربيه الايجابيه، اكيد على انه فهمنا من خلال هذه المقدمه اللي قدمتي لنا على التربيه الايجابيه هو انه كتخدم يعني في الطفوله عند الطفل، وفي نفس الوقت كتخلي انه يكون ناشئه صالحه في المستقبل. غير هو الأهمية ديال التربية الإيجابية نكونوا شوية عمليين في أمور اللي ممكن أنه الأمهات أو الوالدين غادي يسمعوها كأمثلة، بحال دابا مثلا في علاقتنا مع أطفالنا داخل البيت أو لا خارج البيت، أهمية ديال التربية الإيجابية. الأهمية التربية الإيجابية كيف قلت لك لسنة هي كتساعدنا على باش نأسسوا العلاقة الأسرية ديالنا اللي كتكون مبنية على الاحترام وعلى الثقة. يعني إلا جيت أنا نعطي مثل، بغيت نطلب من ولدي يمشي ينجز التمارين ديالو، أنا كأم وعيانة النهار كله جاية من الخدمة أو لا عييت النهار كله، غادي نجي نقول له سير تنجز التمارين ديالك، غادي نعطي الامر. هنا ما تنميش شي مهاره في الطفل وانا تنعطي الامر، حيت هو غادي يولي ان اوتوماتيزم، ما تنخليلوش المجال فين يفكر، باش بلوتو كنحط له سؤال ونقول له فوقاش غادي تمشي تنجز التمارين ديالك. في التربيه الايجابيه كيفاش خصي تكون مثلا الام ولا الاب باش يقولوها مثلا بطريقه اللي هي ايجابيه؟ خاصها تكون على صفه سؤال ماشي امر. لا كنبدلوا الاوامر بالاسئله، هذا شويه كيجي صعب في الاول حيت التمرين، ولكن ملي تيتولي الام او الاب تيولي تيطرح الاسئله بدل الامر تيولي كيرتاح هو اصلا. هو كيرتاح وكيريح الطفل وكيخليه هو يفكر في شنو غادي يدير، وتعطيه حتى المجال ديال يقدر يقول له الاب يبغي يمشي يصوب بحال دابا التمرين داك الساعه والطفل ما مستعدش، ما غاديش يعطي واحد النتيجه، مازال ما مرتاحش او مازال ما كلاش او مازال ما مستعدش انه يركز في انجاز التمارين ديالو. اصلا حنا كاباء او المدرسين اللي تنبغيو نمشيو في الترابي خاصنا نكونوا حنا مرتاحين وما تنتعاملوش بعصبيه، حيت الترابي ما تتوصلش فعلا. العصبيه في التربيه كتزيد تعند الامور لا من جهه الطفل وحتى الام ولا داك الاب، ما كيبقاش عنده داكشي علاش الخطر. داكشي علاش في يومنا هذا ما بقاش داك الترابي اللي كنا تربينا، الله يجازيهم بخير والدينا ولا جدودنا وصلوا لنا امور ايجابيه، ولكن مع هاد لا جينيراسيون هادي ما بقاش صالح هادشي. يعني باش نخلق الاحترام بيني وبين الطفل ديالي خصني نقلب على وسائل واحده اخرى اللي نمشي ليها، وسائل اللي هي جديده واللي كتماشى مع هذا الجيل الجديد. واخا غادي نمشيو لبعض التساؤلات، واللي من خلال هذه الحلقه وحنا كنتكلموا على التربيه الايجابيه والاهميه ديالها كاين تساؤلات كثيره واللي دائما كنتوصلوا بها حتى قبل يعني هذه الفقره، هو انه غالبيه الامهات مع الضغوطات ديال الحياه اليوميه والستريس كثرات ديال المشاغل داخل البيت ولا خارج البيت، الامهات دائما تيقول لك ما تيبقاش عندنا الخاطر باش اننا نتواصلوا مع وليداتنا، كنوليو غير نعطيوهم الاوامر وهما يعني مساكن خاصهم يمتثلوا ليهم، بحال لا كنخرجوا فيهم هذوك الضغوطات اللي تشحنا بها خلال اليوم. فكيفاش نلقاو الخاطر واسع يعني وكانه كيتكلموا على التربيه الايجابيه، كيفاش يكونوا ايجابيين في التعامل مع وليداتهم، خاصه عطيتينا هذا المثال اللي غادي مع التساؤل ديال الامهات. الى عاود مشينا في هذا المثال ديال الامر، ملي الاباء تيعرفوا شنو الامر كيخلق في الطفل كيوليو هما كيتجنبوه، بحيث ملي تنعطي الامر للطفل او حتى الانسان كبير تبين لينا علميا ان العقل ديالنا تيقاوم هذه الرساله اللي كتوصلوا، وحتى في الجسد ديالنا تنتوقفوا على الامر، ما تنقدوش نشاركوا مع الاباء ولا مع شي حد اخر، يعني ما يمكن ليش نمشي معاه في فعلا ما كتقديش يعني تمشي معاه في اي حاجه هما تيطلبها منك او لا اي حاجه هما تيبغيوها. هاد الشيء اللي كاين يعني فوالا من وسائل التربيه الايجابيه هي بحال دابا هذا الامر، هذا استبدال هذا الامر بسؤال. يعني النتيجه غتكون هي غير الام ولا الاب غادي يرتاحوا هما كيحطوا السؤال، والطفل حتى هو غادي يرتاح حيت خلات له المسؤوليه.
باش يختار فوقاش غادي يمشي يدير شي حاجه. وخاصه هو اسماء يعني بالنسبه للاوامر ولو مثلا هاد الطريقه يعني اللي غادا في التربيه الايجابيه هو انه نبدلوا الاوامر باسئله الى اكيد انه ما غتعطيش من المره الاولى على حسب يعني على حسب الاطفال، ولكن الوالدين ما يقنطوش واللي يقول لك لا جربتها المره الاولى وما عطاتش. هذا انا تنقترح على الاباء غير الوعي بهاد المساله. الى وعينا بهاد المساله هذا يفهموها تنبرمج راسي باش ندرب على هاد التمرين. خصني نبرمج راسي باش ندرب على هاد المسألة هادي ما تتعطيش نتيجة نهار الأول نهار الثاني. من بعد ملي كتولي عادة كل شيء كيرتاح. هنا شيء مهم هو أن الصيغة اللي كنستعمل باش نطرح السؤال عندها أهمية أكبر من الكلمات المستعملة. إلا غادي نطرح سؤال بالغوات ولا بلا ما نحترم الطفل ما تيبقاش هذا سؤال. بقينا في أوامر. السؤال الحقيقي هو اللي النية ديالي هو كنبحث على الجواب ديالها. بحال دابا مثلا الوليد مثلا جا من المدرسه خذا الكوتي ديالو ارتاح شويه تفرج مثلا في الرسوم المتحركه اللي تيبغي جلس واحد شويه، هذه هي الوقيته اللي خصو يمشي يخرج مثلا فيها التمارين ديالو لانه خصو مثلا يتعشى ويمشي ينعس فواحد الوقيته. الام او الاب بدل ما انه كيف قلتي يعطي في تربيه ايجابيه يعطي بالاوامر خصو يعطي يعني بالاسئله يعطي بسؤال. السؤال خصو يكون ما فيش نرفزه ما فيش عصبيه، ما يهينش الطفل فيه ما يسبوش ما ي... كل شيء كيدوز باحترام. بحال دابا مثلا غايقول ليه مثلا ولدي اجيت تخرج التمارين ديالك ولا فوقاش مثلا فوقاش سؤال أحسن. سؤال حيت اجي حتى هي بحال كتكون واحد العلاقه فيرتيكال يعني بحال يعني بحال الوالدين هما اللي كيقولوا للولاد فوقاش خاصهم يخرجوا التمارين ديالهم ماشي العكس. دونك غادي نمشي غادي نقول مبادره من الطفل اصلا هي كنحفز الاباء باش الا كانوا الاطفال صغار باش يديروا معاهم اون روتين عاده باش ملي يدخل الطفل هو عارف راسو هو اللي غادي يقول له شنو كدير ملي كتدخل من المدرسه حتى الوقت اللي كتنعس فيه، ويخلي الطفل ديالو هو اللي يقول له شنو وملي يشوف بان وقت التمارين ما كاينش في الروتين يقول له وقت التمارين فين هي الوقت ديالها فاش كتحددهم داك الساعه كتولي هذيك لا روتين هي لوتوريتي هي فهمتي يعني ما كيبقاش انا هي اللي كان امر فهمت كتولي هذيك لا روتين اللي هو خلق اللي الطفل خلق كيولي هو مسؤول عليها هو باغي يديرها هو باغي يديرها وحتى لا ما دارهاش حيت هادو اطفال كينساو حتى لا ما دارهاش نقول له دابا فوقاش عولت تمشي تنجز التمارين ديالك غادي يقدر يقول لك غادي يقدر يقول لك ما عرفتش غتقول له عطيني هي الساعه اللي انت عولت مشيت تنجز فيها التمارين غادي يقول لك واخا مع 8 حنا بيان سور غادي عندنا خاص هادشي يخصو الخاطر وخصو كيما تقول الممارسه اليوميه ان شاء الله غتقول له مع 8 الا ما مشيتيش تقاد التمارين ديالك غادي نجي نفكرك غادي نجي نذكرك وهكا هو كيحس براسو بان راه متبوع بشي حاجه ماشي ملزوم ما كنلزموش عليه هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو يعني بهذه الطريقه كتخلي انه الطفل هو كانه هو كيولي بحال هو يقرر في الامور ديالو الشخصيه بالفعل بدل ما اننا نديروا ليه الاوامر بالفعل. اكيد على انه مازالين غادي نتكلموا دائما من خلال هذه الفقره على التربيه الايجابيه في مواضيع متعدده. شكرا لك بزاف الكوتش اسماء مجاني مختصه في التربيه الايجابيه، نلتقيوا معاك الحلقه المقبله في الموضوع اللي غادي نتكلموا فيه على اهميه التشجيع في تربيه. انا بكون مستمعنا مازال مستمر، نتمنى تكونوا كتستافدوا من خلال فقرتنا المتنوعه. وغادي نمشيو بالنسبه للاقتراحات اللي غادي نقدم لكم اليوم واللي هما جوج ديال الاقتراحات بيتزا السائله وكذلك كيك ديال البربه بالكريمه وبالمكسرات. غادي نبداو بالكيك ديال البربه. بالنسبه لهاد الكيك فالطريقه ديالو سهله ومدخلين فيه البربه باش تكون فرصه يعني ماشي غير الصغار يعني الكبار والصغار اللي ما تياكلوش البربه ممكن انهم يعني يديروها على شكل عصير كتجي زوينه هكا مع الليمون مع الفاني شويه ديال المزهر اولا داك الساشي ديال الزهر نهائيا ما كيبانش فيها المذاق وكتجي بنينه بزاف بالنسبه عصير وفرصه على انه اللي يصيبها هكا في الكيك حتى هي كتجي مزيانه. الطريقه سهله بالنسبه لهاد الكيك فغادي نبداو به هو الاول كيكه ديال البربه.
هاد الكيك اللي غنقترح عليكم، اول حاجه كنوجه تحيه كبيره للمستمعه ساره على هذا الاقتراح ديال البربه، وتبارك الله عليها، يعني من بين السيدات اللي كيدخلوا بزاف الامور الصحيه هكا في الاكل ديالهم، يعني كتخدم بزاف بالقمح بالانواع ديالو، يعني بالشعير بالفواكه والخضر هكا مدخلاهم لا في الاكل يعني ولا في هكا في الحلويات ولا في عصائر، وبزاف ديال الاقتراحات قدمتهم يعني من عند ساره اللي كنوجه لها تحيه كبيره وكنشكرها بزاف على المجهود. بالنسبه لهاد الكيكات ديال البربه، اختاروا المقادير ديال الكيك وممكن انكم تصايبوا بوحدو، لانه هاد الكيكه هي راقيه اللي فيها الكيك ديال البربه وفيها الكريمه اللي غادي نديروا في الوسط، يعني فممكن انكم ديروها على جوج المرات، يعني في الايام العاديه ديروا كيكه ديال البربه بهاد المقادير اللي غادي نذكروا، وفي الايام اللي نبغيو كيكه اللي بالكريمه يعني هكا يكون الشكل ديالها يعني مزيان، فديك الساعه نديروها بالكريمه اللي غادي نقترح عليكم كذلك. فبالنسبه الكيك فيه 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر البني يعني السكر الاشقر، هذاك السنيده راه كيتباع في الاسواق الكبرى ولا عند العطار، يعني السنيده اللي اللون ديالها ذهبي يعني السكر الاشقر سنيده، غير هو سنيده. قلنا 3 ديال البيضات، كاس ديال العنبه ديال السنيده يعني البنيه السكر الاشقر، قبيصه ديال الملح، كيس واحد من الفاني، واحد ياغورت طبيعي مسوس، كاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال العنبه ديال البربه مسلوقه من قبل ومطحونه، جوج الكيسان ديال الطحين فورس مغربلي مزيان، جوج خمارات ديال الحلوه، كاس ديال العنبه ديال اللوز مطحون بودره اللوز يعني اللوز غبره مطحون بالقشره ديالو، وكاس ديال القرقاع اللي مصهد من قبل ومهرمش، ما غاديش نطحنوه يعني بودره وانما غادي نطحنوه ونخليوه مفرشش رقيق. هادو كيف قلت المقادير ديال الكيكه ديال البربه اللي ممكن انكم تصايبوا الكيكه بشكل عادي بالبربه، يعني بهاد المقادير. عاد مازال كاين مره ديروها عاديه بالبربه وبهاد المكسرات، مره ديروها بالكريمه اللي غنقترحوا عليكم. فقلنا بالنسبه للمقادير ديال الكيك، اول حاجه كاس ديال السكر الاشقر يعني السكر الاسمر يعني سنيده اللي اللون ديالها ذهبي، راه كتباع في الاسواق الكبرى في كرتونات في الساشيات اولا بالعبار عند العطار يعني متوفره. 3 ديال البيضات في الكيكه ديال البربه، كاس ديال السكر الاشقر، قبيصه ديال الملح، كيس واحد من الفاني، واحد ياغورت مسوس، كاس ديال الزيت، كاس ديال البربه مسلوقه ومطحونه مزيان، جوج كيسان ديال الطحين فورس من النوع الجيد يعني الدقيق الابيض مغرب مزيان، جوج خمارات ديال الحلوه، كاس ديال بودره اللوز يعني كاس اللوز بالقشره ديالو غنمسحوه ونطحنوه حتى يولي غبره حتى يولي بودره ونهزو منه كاس، وكاس ديال القرقاع اللي صهدناه شويه في المقله ولا في الفران ومهرمش، ماشي مطحون وانما مهرمش، لانه القرقاع كيجي زوين ملي كيكون مهرمش، غير هو ما نخليوش يعني قطع كبيره يعني مهرمش هو رقيق يعني مفرشش هو رقيق. هادو هما المقادير ديال الكيكه. الكيكه باش نصايبوها بالطريقه العاديه كنخلطوا هاد المقادير اللي ذكرت كامله، يعني ناخذوا اما الطراب الكهربائي ولا كاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نديروا فيه 3 ديال البيضات ونطربوهم مزيان حتى نخلطوا 3 البيضات مزيان يتخلطوا، نزيدوا ليهم كاس ديال السكر الاشقر يعني سنيده اللي اللون ديالها ذهبي، وكنخلطوهم مزيان كنطربوهم كنطحنوهم مزيان حتى كنحصلوا على واحد الكريمه مخلطه نهائيا ما كيبقاش يبان البيض، يعني هذا هو السر انه الكيكه باش تجينا مزيانه من بين الاسرار باش الكيكه تجينا مزيانه فيها بزاف ديال التفاصيل، ولكن ملي كنطربوا مزيان البيض والسنيده وكنبقاو نطلعوا كنطربوا فيه مزيان حتى كيولي بحال الكريمه مع قبيصة ديال الملح مع سارشي ديال الفاني حتى كيولي بحال الكريمه، فقبل ما نزيدو الزيت ضروري انو نديرو نطحنوهم مزيان سواء بالطراب الكهربائي ولا في كاس الخلاط الكهربائي حتى نشوفو الخليط يعني مخلط ما كيبانش نهائيا البيض وكنحصلو بحال واحد الكريمه. فقلنا 3 البيضات نطحنوهم مزيان طربوهم مزيان مع كاس العنبه ديال السنيده السكر الاشقر مع قبيصة ديال الملح مع سارشي ديال الفاني، هادشي كله نخلطوه مزيان يطحن مزيان حتى يولي بحال الكريمه. من بعد غادي نزيدو واحد ياغورت مسوس ونزيدو كاس ديال الزيت، ودائما الزيت ملي نزيدوه ما نخويوش دقه واحده، نزيدوه على شكل خيوطه بحال شكل ديال المايونيز باش كتجينا الكيكه مزيانه، كنبقاو نزيدوه بحال شكل المايونيز على شكل خيوط داك كاس ديال الزيت، وقلنا واحد ياغورت مسوس كنزيدو نطحنو، من بعد نزيدو كاس ديال البربه مسلوقه ومطحونه وكنخلطو هادشي كله مزيان. ملي كيتخلط لينا راه كيولي ملي بمجرد ما كنزيدو البربه اللون ديال الكيكه كيتبدل وكيولي بحال موف بحال غوص. فقلنا نطحنوا 3 البيضات مع كاس ديال السكر الاسمر يعني السكر الاشقر
ديك السنيده والا ما كانش عاد ديك الساعه ممكن نديرو السنيده العاديه، غير هو من الاحسن راه متوفره تبارك الله، يعني الا ما كانش راه نديرو السنيده العاديه. الا كانت راه غادي تجي الكيكه زوينه بهذا الاقتراح. نطحنوا ثلاثه البيضات مع كاس السنيده يعني السكر الاشقر مع قبيصه ديال الملح مع سرشي ديال الفاني، هادشي كله يطحن مزيان حتى يولي كريما. من بعد نزيدو واحد ياغورت مسوس وحنا كنطحنوا، نزيدو كاس د العنبه ديال الزيت وحنا كنطحنوا، الزيت نضيفو على شكل خيوط بحال كيف كنزيدو الزيت في المايونيز. ملي تخلط لينا هادشي كله نعاودو نزيدو كاس ديال الباربا مسلوقه من قبل ومطحونه مزيان، وكنخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم. كنحصلوا على خليط اللي هو اللون ديالو خدا اللون احمر يعني غوز شويه بحال الموف اللون ديال الباربا، وديك الساعه كنخويوها في واحد الاناء باش نضيفو الطحين. يعني غادي نضيفو جوج الكيسان ديال الدقيق الابيض، طحين فورس من النوع الجيد مغرب المزيان، مع جوج خمارات ديال الحلوى، جوج كيسان ديال الفورس ديال العنبه مع جوج خمارات ديال الحلوى، نخلطوهم نغربلوهم جوج ثلاثه المرات، ومن بعد نهزوهم ونضيفوهم على داك الخليط شويه بشويه وحنا كنخلطو. ملي نضيفو جوج كيسان مع جوج خمارات ديال الحلوى على داك الخليط ديال الكيك ديال الباربا، ديك الساعة كيبقى لينا المكسرات. غادي نزيدو كاس العنبة ديال اللوز مطحون، يعني بودرة اللوز، اللوز ناخدوه بالقشرة ديالو نمسحوه مزيان ونطحنوه حتى يولي بودرة، حتى يولي منيل مزيان، وكنضيفو كاس العنبة من هاد بودرة اللوز، كنخلطو شوية بسباتول بالمعلقة ديال الخشب. من بعد كنضيفو كاس ديال الكركاع اللي صهدناه قبل، هو ضروري الكركاع ملي كيتصهد كيولي المذاق ديالو زوين. كاس ديال الكركاع مصهد ومهرمش، يعني ما نطحنوش هو بحال اللوز، يعني ما نطحنوش بودره وانما نخليو الكركاع شويه مفرشش. ما عندكمش مثلا الكميه القياس اللي عندكم ديال الكركاع، يعني عندكم كاس راه مزيان، عندكم قل راه ممكن، يعني ممكن ديروا كاس مخلط ما بين كركاع وما بين بودره اللوز، وكنخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم مزيان. كنحصلوا على كيك ديال الباربا بالمكسرات اللي غادي ندهنوا المول، دائما المول غادي ناخذوه ندهنوه مزيان بالزبده ونرشوه بالطحين، يعني قبل كاع ما نبداو الكيكه ناخذوا القالب، نختاروا القالب على تيساع اللي غادي نديروا فيه الكيك، كندهنوه بالزبده كنرشوه بالطحين مزيان وكنصوصوا داك الفائض ديال الطحين وكندخلوه المجمد، كنخليوه في المجمد ريتما ان نمشيو نصايبوا الكيكه. ملي صايبنا دابا الكيكه ديال الباربا وديال المكسرات ديال الكركاع وبودره اللوز، ديك الساعه كنخرجوا القالب ديال الكيك كنخرجوه من الكونجيلاتور من المجمد، وكنحاولوا اننا نخويو هذا الخليط، كنخويو هذا الخليط في هذا الخليط ديال الكيكه ديال الباربا، كنخويوها في هذا القالب ديال الكيك اللي حنا اختارينا، ودائما كنهزو يدينا الفوق وحنا كنخويو هذاك الخليط باش كيجي مهوي باش جينا الكيكه مزيانه. ومباشره كندخلوها للفران، الفران كندخلوها على درجة الحرارة يعني 170، وكل سيدة على حسب الفران ديالها واش ديال الدولة ديال الغاز، فعلى حسب الفران لكم الاختيار، إما يكون سخون من قبل وندخلوا درجة الحرارة متوسطة، أولا نديروها على فران بارد على حسب كل سيدة وفاش كترتاح بالنسبة باش طيب الكيكة. فكيف قلنا ملي كنخلطوا هاد المقادير وكنديروها في المول ديال الكيك اللي دهناه من قبل، ديك الساعة كنمشيو كنوجدوا، قلنا يعني بالنسبه لهاد الكيكه غير بالباربا وبالمكسرات يعني راها مزيانه، يعني نديروها باستمرار وخاصه الوليدات ونديروها في القوالب الفرديه. ديك الساعه ممكن الوجه ديال هاد الكيكه نعاودو نرشوه مثلا باللوز كونكاسي، اللوز افيلي او اللوز كونكاسي اللي هو مهرمش على حسب الرغبه ديالكم، وعاد ديك الساعه نرشوها باللوز وندخلوها للفران. ملي كندخلوها للفران كنخليوها حتى كتبرد، ملي كطيب لينا مزيان هاد الكيكه وكتبرد لينا مزيان كناخدوها، ناخدو واحد الموسماطي ولا يعني كل سيده يعني كاين هذاك الموس الخاص اللي كنقطعوا به الجينواز هكا ملي كتكون طالعه، وديك الساعه كنقسموها على النص، كنقسموها على النص في حاله الا بغينا نديروا ليها واحد الكريمه. هادشي علاش قلت لكم هاد الكيكه ديال الباربا والمكسرات راه غير المقادير اللي ذكرت لكم كافيه، ممكن انكم ديروا كيكه ديال الباربا وديروها في القوالب الفرديه ولا كيكه كبيره، وديك الساعه ملي طيبوها وتخرجوها من الفران قبل ما تطيبوها في الفران ممكن ترشوا باللوز افيلي هكا من الفوق ولا اللوز كونكاسي اللي كيكون مفرشش وندخلوها للفران. ما بغيتوش ديروا اللوز من الفوق، ديك الساعه
العجين ديال الكيك ديروه في القالب ديال الكيك ودخلوا الفران حتى كيطيب وكتحمر لنا الكيكه وكتوجد لنا. نخرجوها ندهنوها مثلا بالناباج، ندهنوها بالكونفيتور جارية على حسب اللي بغيتو، اولا باي سيرو يكون ثقيل، وديك الساعه نزينوها باللوز كونكاسي ولا القرقع مهرمش اولا اللوز افيلي محمر على حسب الرغبه ديالكم. هذه كيكه ديال هذا ديال الباربا. الى طيبناها وخرجناها وبغينا نديروا لها واحد الكريمه، ديك الساعه كنقسموها نخليوها حتى كتبرد مزيان باش ما تفرتش لينا، نخليوها حتى كتبرد مزيان، وكناخذوا الكيكه كنقسموها على النص، كنقسموها على النص وكنمشيو نوجدوا واحد الكريمه على تيساع. هاد الكريمه شنو فيها؟ غادي ناخذوا واحد كسرونه نديروا فيها نص سيترو ديال الحليب سائل مع ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، ثلاثه المعالق كبار ديال كريم باتيسير بودره، وكنبقاو نخلطوا يعني نخلطوا وهو مازال هاد المقادير ما سخناهاش فوق العافيه باش ما يتكورش لينا، حتى نخلطوهم مزيان بالطراب يعني ديال السلك العادي ولا بمعلقه ديال الخشب. قلنا في كاسرونه غادي نديروا نص سيترو ديال الحليب سائل، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، وثلاثه المعالق كبار ديال الكريم باتيسير يعني غبره، هذيك بودره الكريم باتيسير اللي كتباع في الكرتونه، نهزوا لنا ثلاثه ديال المعلقات ونديروهم مع داك نص سيترو ديال الحليب، ونديروا ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، نخلطوهم مزيان بالطراب ديال السلك يعني داك اليدوي العادي حتى يتخلط لينا مزيان، ونديروه فوق العافيه مهيله ونبداو نحركوا. ضروري نبقاو نحركوا حتى يتقل لينا هذا الخليط ويبدا يعقد لينا. ملي بدا يتقل لينا هذاك الخليط ويبدا يعقد، ديك الساعه نحيدوه من العافيه وغادي نزيدوا ليه معلقه كبيره ديال البراليني ومعلقه صغيره ديال الزبده، وكنحركوا بطريقه سريعه باش هاد المقادير اللي زدنا على ديك الكريمه يتخلطوا مزيان، صافي ما كيحتاج ان نرجعوا فوق العافيه. هذه الاضافات يعني الكريمه راه معروفه ديال الكريم باتيسير الحليب والسكر سنيده وبودره الكريم باتيسير، ملي تبدا تعقد لينا وحنا كنحركوا دائما على عافيه مهيله غير يبدا يتقل لينا داك القوام ديالها، نحيدوها من العافيه وغادي نزيدوا ليها قلنا معلقه كبيره ديال البخاليني ومعلقه صغيره ديال الزبده. في حاله الا ما كانتش معلقه كبيره ديال البخاليني، عندكم جوج ديال الاقتراحات اللي ممكن انكم ديروها، اما هاد الزبده ديال 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 الكاوكاو اللي عطات سناء دابا من دابا شويه واللي كانت قدمتها لنا من قبل كذلك خديجه او منور بالطريقه ديالها، يعني مصيبه في الدار غادي تجينا لانه ديال اللي كتباع كتكون شويه مالحه، مصيبه في الدار كيجي الملوحه هي هذيك، ممكن نزيدوا معلقه كبيره عوض هذاك البخاليني. كيف ممكن؟ ممكن انه نضيفوا معلقه كبيره ديال املو اللي تيكون شويه ثقيل، فلكم الاختيار، اما معلقه كبيره ديال البخاليني، معلقه كبيره ديال الزبده ديال الكاوكاو، اولا معلقه كبيره ديال الاملو ونضيفوا عليه معلقه صغيره ديال الزبده ونبداو نحركوا بطريقه سريعه حتى يتخلط لينا داك البخاليني اولا الزبده ديال الكاوكاو اللي زدنا اولا الاملو مع ديك معلقه صغيره ديال الزبده، تخلط لينا مزيان على هذاك الخليط ديال ديك الكريمه. مباشره كنديروها في واحد الاناء ديال الدجاج، كنغطيوها ببلاستيك الغذائي وكندخلوها للثلاجه باش هاد الكريمه اللي حنا حصلنا عليها كنخليوها حتى كتبرد مزيان. وديك الساعه قلنا هذيك الكيكه قسمناها على النص، وهذيك الكيكه ملي كنخليو هذيك الكريمه حتى كتبرد مزيان كنديروها في الجيب الحلواني وكنديرو وريدات اي باش تجينا سهله حسن ما يعني ما نبسطوها بهذيك الكريمه، كنبداو نخرجوا هاد الكريمه على شكل وريدات فوق هذيك الكيكه، ومن بعد كنرشوا بالمكسرات اللي عندنا اما القرقاع كيف قلنا اما اللوز على حسب الرغبه ديالكم فوق هذيك الكريمه، وكنعاودوا نرجعوا الغطاء ديال الكيكه من الفوق يعني بالشكل ديالها العادي كنعاودوا نسدوها. هذيك الكريمه ملي غادي نديروا ملي غادي نعاودوا نرجعوا الفوق ديال الكيكه مع التحت ديال الكيكه وما بيناتهم هذيك الكريمه يعني غير ملي غادي نسدوهم غادي نشوفوا انه ديك الكريمه خرجت شويه من جناب فكتعطي واحد المنظر، وديك الساعه كنعاودوا نديروا وريدات من الفوق بهذه الكريمه ونعاودوا نرشوا بشويه ديال القرقاع مصهد اولا شويه ديال لوز كونكاسي على حسب المكسر اللي عندنا اولا شويه ديال البيستاش حتى هو داك الاحمر مع الخضر كيعطي منظر. فهذه هي الطريقه راه كتجي زوينه بزاف يعني غير الكريمه بوحدها ممكن ديروها في تختوليت اولا في يعني في اي نوع ديال الكيكه اخرى اولا في داك القوالب الفرديه اولا القالب الكبير اللي فيه حفيره داك المول العجيب ممكن ديروا نفس الطريقه هاد الكيكه ومن بعد هذيك الحفيره تعمروها بهاد الكريمه. ممكن اننا كيف قلنا هادو هاد المقادير ديروا الكيكه ديال البربة بوحدها وصيبوها بشكل عادي، ومره اخرى ملي تبغي ديروها بالكريمه ديروا هاد الطريقه اللي ذكرنا دابا اللي هو نقسموها على جوج الكيكه يعني نقسموها على جوج وكنديروا فيها
يعني كنديروا فيها الكريمه في الوسط. الكريمه ضروري نخليوها تتبرد، يعني الكي كنخرجوها نخليوها تتبرد، الكريمه نصيبوها على تيساع ونخليوها حتى هي كتبرد. ملي تبرد لينا نديروها في الجيب الحلواني، واللي ما عندوش جيب الحلواني صافي ديك الساعه راه يهز بالمعلقه ويبسطها هكا في الوجه، يعني في التحت ديال يعني فوق فوق الكيكه التحتانيه لانه يقسمناها على جوج. ومن بعد كنعاودوا نرجعوا ليها الغطاء ديال هذيك الكيكه وكنعاودوا نرشوا بالمكسرات ونديروا وريدات بنفس الكريمه. كتجي كريمه، كتجي كيكه راقيه، اللون ديالها كيجي زوين لانه كيكون واحد الغوز بارد على حسب كذلك الحموريه ديال البربا اللي نتوما درتو، فكتجي زوينه بزاف. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال الكيكه ديال البربا بالكريمه والمكسرات ديال المستمعه ساره. وغادي نمشيو للاقتراح الثاني واللي هو بيتزا سائله بالطون. بزاف ديال الامهات كيبغيو انهم يصايبوا البيتزا السائله، ففي المقادير غادي نمشيو مباشره للمقادير والطريقه باش نربحوا الوقت. ناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي وغادي نخلطوا فيه جوج ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت، كاس لاروب ديال الحليب يعني كاس ما عامرش ديال الحليب، كاس ديال الطحين فورس، قبيصه ديال الملح، خماره ديال الحلوه حمراء، وبودره ديال الثوم يعني معلقه صغيره ديال بودره الثوم ومعلقه صغيره ديال الزعتر مطحون باش كنسمو. قلنا البيتزا السائله باش نصايبوها في الدار ناخذوا كاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نديروا فيه جوج ديال البيضات هما الاولين وغادي نطحنوهم مزيان، نزيدوا عليهم نص كاس ديال الزيت على شكل خيوط من الفوق ونطحنو مزيان حتى تخلط لينا دوك جوج بيضات مع نص كاس ديال الزيت. عاد ديك الساعه نزيدوا كاس لاروب ديال الحليب وحنا كنطحنوا كلشي، ملي طحن لينا نزيدوا كاس ديال طحين فورس وحنا كنخلطوا، نزيدوا قبيصه ديال الملح، نزيدوا خماره ديال الحلوى، هادو يكونوا مغربلين من قبل وحنا كنخلطوا. من بعد كنرشوا معلقه صغيره ديال الثومه مطحونه، بودره ديال الثومه، ونرشوا بشويه ديال الزعتر معلقه صغيره تقريبا ولا معلقه متوسطه، وكنطحنوا هادشي كله مزيان. ملي كنطحنوا هاد المقادير كلها كنحصلوا على عجين ديال البيتزا السائله. كناخذوا هاد الخليط كنديروه في اللاطه ديال الفران، تكون مدهونه ومفرشه بوراق سلفوريزي مدهونه بالزبده يعني مرشوشه بالطحين بالطريقه العاديه، اولا مدهونه ومفرشه بوراق سلفوريزي، وكنخويو هاد العجين يعني هاد العجين كيجي سائل بحال ديال الكيك، كنخويو هاد العجين وكندخلوها للفران. كتدخل الفران على درجه الحراره 180 يعني اللي فران اللي هو سخون من قبل، ضروري يكون هاد المره سخون من قبل درجه الحراره 180، وكنطيبوها نص طيبه. ملي كنطيبوها نص طيبه كنشوفوا داك العجين يعني تجمع لينا ولكن مازال خضرا يعني مازال بيضه مازال ما طابتش، ديك الساعه غير كتقبط راسها كنخرجوها وكندهنوها بصلصه ديال مطيشه. يعني كل سيده وكيفاش كديرها، ومشكوره سناء عطاتنا الاقتراح ديال الصلصه ديال المطيشه، وكنديروها كتبقى هكا من الفوق، وكنرشوا يعني بالموتزاريلا، نديروا كذلك الفلافل الحمراء والخضراء والصفراء، اولا نديروا القرعه والدنجال راه كيجيو زوينين، غير هو نقطعوهم رقاق شرائح رقاق اللي عنده هذيك اللي كتقطع على شكل وريقات هكا الخيا اللي كتقطع يعني القرعه الخضراء والدنجال يعني يتقطع بهذيك الطريقه يكون رقيق. ما كانش يعني نحكوهم في الحكاكه هذاك الدنجال والقرعه الخضراء ونسطيوهم في شويه ديال الزيت البلديه وديك نديروا لهم شويه ديال الزعتر ونضيفوهم على هذا الخليط. فكيف قلنا هو هاد المقادير اللي ذكرت، البيتزا السائله ديال الطون في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نخلطوا جوج بيضات مع نص كاس ديال الزيت مع كاس لاروب ديال الحليب مع كاس ديال الطحين فورس مع قبيصه ديال الملح مع خماره ديال الحلوه حمراء مع معلقه صغيره ديال الثوم بودره ديال الثوم ثوم غبره مع معلقه متوسطه ديال الزعتر مطحون حتى هو. هادشي مرحله بمرحله كنطحنوا المقادير كلها حتى كنحصلوا على عجين ديال البيتزا السائله اللي هو سائل. كناخذوا اللاطه ديال الفران اولا اي مول يكون عريض، ندهنوه مزيان بالزبده، نرشوه بالطحين اولا نفرشوا الورق السلفوريزي باش ما تلصقش لينا، وكنخويو هاد الخليط كندخلوها للفران يكون سخون من قبل على درجه الحراره 180 وكنخليوها حتى كطيب لنا نص طيبه. كنحسوا بانه هذاك العجين بدا كيتجمع لينا بدا كيقبط راسو ولكن مازال خاصها طياب مازال خضره يعني غير نص طيبه. كنخرجوها كنكونوا وجدنا صلصه ديال ماتيشا اولا الصلصه البيضاء على حسب اللي بغيتوا البيتزا اللي بغيتوا، ونكونوا شحرنا مثلا البصله والفلافل الالوان اولا مثلا صوصيس هكا مشحر مقطع تريفر صغيرين اولا الكفته اولا الطون على حسب اللي غاداكشي اللي غادي نديروا فيها، يكون عندنا كلشي واجد. كذلك الفرماج يكون محكوك اما الفرماج موتزاريلا اولا فرماج حمر اللي متوفر. وديك الساعه ملي كنطيب لينا نص طيبه هاد البيتزا السائله كنخرجوها
كندهنوها بالصلصه ديال مطيشه ونرشو بالبصله والفلفل الالوان اولا كيف قلت القرعه مع الخضره اللي هي مشحره من قبل، وكنديروا لو طون اولا السوسيس مقطع طريفات اولا الهبره ديال الحوت اولا السيرومي على حسب داكشي اللي درنا، وكنرشو بطبقه كثيره ديال الفرماج وكندخلوها يعني حتى كتكمل طيابها وحتى يعني كيدوب لينا داك الفرماج، ونزينو بشويه ديال الزيتون كحل هكا من الفوق، ونعاود نرشو بشويه ديال الزعتر تتقرب يعني صافي نشوفوها انها طابت لينا وقربنا نخرجوها، ديك الساعه ممكن اننا نديرو من الفوق خيوط هكا ديال الزيت البلديه مع واحد الرشيشه صغيره ديال الزعتر، راه كتعطي واحد الفرق وكيبقى فيه هذاك المذاق ديال الزعتر طري وهذاك المذاق كذلك ديال الزيت البلديه. بالنسبه لواحد الاقتراح بالنسبه لهاد البيتزا نيت او لاي نوع ديال البيتزا اللي عنده الفرماج مربع في خوماج كاري ساندويتش، راه يمكن له على انه ياخذو ويديرو في كاسرونه اولا في المقله اللي ما كتلصقش، وياخذ مثلا على حسب اللي متوفر 4 5 8 ديال المربعات ديال الفرماج كاري ساندويتش، ويديرهم في هذيك المقله اللي ما كتلصقش اولا في كاسرونه اللي تكون مزيانه، ويديرهم على عافيه مهيله، ويدير معاهم الحليب يعني 4 كاس صغير ديال الحليب، ما يكونش الحليب كثير على الفرماج على حسب الكميه اللي درنا. بحال دابا مثلا ناخذوا 4 ولا 5 ديال الفرماج كاري ساندويتش هذاك المربع اللي كيبغيو الوليدات في الهامبورغر، هذا كنديروه في المقله اللي ما كتلصقش اولا في الكاسرونه اللي ما كتلصقش، وغادي نديروه مع شويه ديال الحليب ونبقاو نديروا عندنا ميزاننا، نزيدوا شويه ديال الحليب ونخليوا هذاك الخليط كيدوب لينا، هذاك الفرماج كيدوب وكيبدا يتعلق بهذاك الحليب، فبهذه الطريقه ملي كيبدا يذوب كنحصلوا على واحد صلصه يعني بحال واحد الصلصه كريميه، هذيك كنهزوها وكنديروها كطبقه من الفوق على العجين ديال البيتزا بعد ما كنكونوا درنا الحشوه، درنا الصلصه ديال مطيشه، درنا الفلافل، يعني الوقيته اللي بغينا نزيدوا مثلا فرماج احمر اولا اي نوع الفرماج اولا موتزاريلا وما عندناش، ناخذوا غير الفرماج كاري ساندويتش وندوبوه مع شويه ديال الحليب، ما نكثروش الحليب، وحنا عندنا ميزاننا ديك الساعه كان عندنا القطع ديال الفرماج كاري ساندويتش كثيره وزدنا الحليب وشفنا على انه الفرماج بدا كيدوب ولكن ما مخلطش معاه، ديك الساعه كنبقاو نزيدو شويه ديال الحليب وحنا كنخلطو، نزيدو شويه ديال الحليب وحنا كنخلطو حتى كنشوفو انه حصلنا على واحد الصلصه، يعني واحد الصلصه اللي هي دايبه ومخلطين مع بعضياتهم، وهي اللي كنديروها كطبقه من الفوق على هاد العجين ديال البيتزا، راه كيجي المذاق ديالها زوين وكتجي معلكه بحال دايرين فيها، يعني شي ممكن حتى اللي ما تيبغيش يدير الكريم فريش اولا الصلصه البيضاء يدير هاد القضيه ويديرها من التحت، يعني من تحت العجينه وعاد يدير الصلصه ويدير المقادير كامله ويعاودها من الفوق، اللي ما بغاش وما عندوش الانواع ديال الفرماج راه يدير غير هاد القضيه، راه كتجي زوينه بزاف وكتجي معلكه بهذاك الفرماج كاري ساندويتش مع شويه ديال الحليب، كتعطي واحد الطبقه زوينه، وملي كتكونوا كتاكلوا هاد العجين ديال البيتزا كتحسوا بانه لا العجين ولا هذاك الفرماج اللي حنا ضفنا كيجي معلك على هاد المقادير. نتمنى تجربوا هاد الاقتراحات اللي قدمنا لكم اليوم، واكيد المزيد من الاقتراحات ان شاء الله والنصائح والمعلومات المتنوعه اللي غتلقاوها ان شاء الله دائما من خلال برنامج لمولاتي ومع فقرتنا المتنوعه. ما سخيناش بكم كالعاده، وكنشكركم بزاف على الوفاء ديالكم، ونتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله بالصحه والسلامه ورزق والتيسير لجميع اوفيائنا من داخل وخارج المغرب. لكم تحيات وفاء فائز، رفقتنا اليوم في الاخراج سميحة عشوبي، مشكورة جدا في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية. نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو، الإذاعة القريبة منكم، 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 الإذاعة القريبة منكم.